واستنه المبتدعون الرائعون المتميزون الذين سينافسون ببرنامج أحسن ليوازي ويضاهي بل ويتفوق على نظام الجودة الإيزو. نحن بحاجة إيزو يمنية أن نستق منها، لأننا لا نحتاج أن ينظروا لنا الآخرون بقدر ما نحن من علمنا الناس كل شيء جميل في هذه الأرض. إذن دعونا نحط الرحال مع جوكر المحافظة الدكتور العزيز وكيل محافظة إبل للشؤون الصحية والطبية الدكتور أشرف المتوكل في كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل. أول شيء كل عام وأنتم بألف خير وشهر مبارك عليكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأعتقد أن من أفضل الأعمال هو إتقان العمل. المشكلة التي كنا بنعانيها كقطاع منظومة صحية عدم وجود المعايير الذي بيمشي الناس عليها كي يقدر بعدها يعمل عملية التقييم بين الجودة بين أداء هذا العمل وهذا العمل كيف نسبته، وضع سكور معين وعلامات معينة ليقدر يفرق ويديها درجة معينة ليوصل بالنهاية إلى برنامج أحسن. خطة والرؤية الوطنية هي تجسيدا لما قدمه الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه من يد تبني ويد تحمي. البناء هو مش إنه عبارة عن رؤية في رؤية وطنية مكتوبة في الورق، بالعكس هو عبارة عن خطة يمشي الناس عليها في فترات مزمنة بالنهاية للخروج إلى الواقع العمل الصحيح الذي على أساس بيكون في 2030. وهذه من ضمن الخطط التي الرؤية الوطنية لوزارة الصحة العامة والسكان الذي للأمانة في ظل الفترة التي مسك فيها والتحديات الموجودة وقلة الإمكانيات والحصار والحرب وكل المشكلات الموجودة، لكن جهود موجودة، جهود مبذولة، جهود محققة، نتائج موجودة على الأرض الواقع، وهذا هو الصح الذي على أساس الناس بيمروا عليه أنه يلمح شيء موجود قدامه ونتائج موجودة. وهذا طبعا يحسب لوزارة الصحة ومكاتبها في جميع المحافظات بقيادة الوزير طه المتوكل. الروح العمل كفريق واحد وما بين خدمة المحافظات وخدمة الجمهور هي هذا الأساس الذي بيجمع الناس كلهم. برنامج أحسن هو للأمانة بيكمل نقلة نوعية، لأنه فعلاً كنا يعني كشعب يمني بشكل عام كان عندما يحدث وفاة لا أحد في المستشفى كان عندنا المبدأ الأساسي أوصل أجل الله يرحمه. طيب كيف مات؟ ليش مات؟ هل هناك أخطاء موجودة في هذا الكلام؟ ما مش هل هناك معايير نحن نعرف أنه هذا داخل المستشفى في جودة في المختبر، في جودة في الطوارئ، في جودة في العناية، في جودة في كذا؟ ما كان مش هذا البرنامج. فإذاً هذه الخطوة واللقاء الأول في محافظة إب خطوة مهمة جدا على أساس نحن نبدأ أول الطريق في مشوار الجودة، والتي بالنهاية سنقول أحسنوا إلى الناس أحسن الله إليكم وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الرسالة الثانية الذي على أساس أنه شهر رمضان المبارك وضروري من طالما أننا موجودين المستشفيات العامة والخاصة من أحسنوا للناس، والإحسان يكون في رمضان بوجود نوع من أنواع التنافس في تقديم خدمات معينة للمواطنين يعني بتخفيض بالتكلفة بأي حاجة بحيث أنه يشعر المواطن أن تجنب في رمضان تقدموا الإحسان للمواطنين. معايير الجودة والسلامة الطبية ليست وفق الإمكانات المتاحة، بل يجب أن تأتي فوق الإمكانات المتاحة وأن تتوفر الإمكانات فوق المتاح لديك كمدير مستشفى، وأن تحقق الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات بما يحافظ على حياة وأرواح الناس. دعونا نحط الرحال، لو أطريت الأمين في هذه اللحظات ستكون شهادتي مجروحة، لكنني أحب هذا المستشفى الذي سعدت بالارتباط معه في خطة تسويقية إعلامية خلال الفترة الماضية بمعية الدكتور ذو العقلية المتفتحة الذي ارتأى في تلك الخطة القبول، وتعاونت معه كثيرا ووجدت في هذا الطاقم الشيء الكثير في هذا المستشفى أعجبني ولازلت في ارتباط وثيق. أسأل الله أن يمد في آفاق هذه الأطر ليس مع الأمين فقط بل مع كل الأطر، لكنني مؤطر في إطار عبد أحمد الحداد لأنني أحبه كثيرا. إذن دعونا نحط الرحال مع تجربة مستشفى الأمين في نظام الجودة، سيصحبكم الأستاذ الدكتور العزيز الدكتور يعقوب مسرع. تجربة مستشفى الأمين في تنفيذ وتطبيق برنامج الجودة. من هنا نعرف بأن الجودة كما يعرف لها تعاريف كثيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الجودة ثقافة؟ هل الجودة سلوك؟ هل الجودة أساليب أو وسيلة؟ هل الجودة غاية؟ في الحقيقة الجودة سلوك، ولكنها ليست سلوكا محضا، هي سلوك له تبعات
له تبعات ولها آثار طيبة تعود بالنفع على جميع أطراف الخدمة الطبية من منتفعين ومستفيدين ومن مؤسسات تقدم هذه الخدمة الطبية ومن مجتمع ومن دولة وجميع الناس مستفيدين من الجودة. ففي الجودة في تنفيذ معايير الجودة نحصل على رضا المنتفعين والمستفيدين، وعندما نقول المنتفعين والمستفيدين نقصد العملاء والعاملين. بتنفيذ معايير الجودة نستطيع أن ننافس ويكون لدينا القدرة على المنافسة، نستطيع أن نلبي احتياجات المستفيدين والمنتفعين من خلال التفاعل الإيجابي والتفاعل بجدية مع ملاحظاتهم مع شكاويهم مع مقترحاتهم، فنتفاعل معها وفق برنامج الجودة لتعود الخدمة بصورة أحسن. من برنامج الجودة نستطيع أن نحصل على منتفعين ومستفيدين جدد للخدمة الطبية. ببرنامج الجودة نستطيع أن نرشد النفقات، نستطيع أن نوقف الهدر في الموارد البشرية والهدر في الموارد المالية والهدر في الخدمات التي نقدمها للمريض، وهذا كله سيعود بالنفع الكبير على المجتمع وعلى المريض وعلى المؤسسة وعلى العاملين وعلى كافة أفراد المجتمع. من هنا نستطيع أن نقول أن برنامج الجودة مهم جدا في تقديم الخدمات الطبية. عندما نستعرض تجربة مستشفى الأمين النموذجي في تطبيق برنامج الجودة، أحب أن نطرح الاستفادة التي استفاد منها مستشفى الأمين. نحن في البداية وعندما كنا اتخذنا قرار النقل من المبنى القديم إلى المبنى الجديد، استفدنا أولا من اللجان التي كانت تنزل من وزارة الصحة لتقييم المنشآت الخاصة. فكان في العام 2020 لجنة التقييم كانت تهتم بالمعايير الإنشائية، فاستفدنا من هذه المعايير الإنشائية وعدنا إليها وراجعنا مخططاتنا وتصاميمنا وراجعناها وفقا لمعايير الجودة التي نزلت في معايير تقييم وزارة الصحة في العام 2020. في العام 2021 وقبل أن نفتتح المبنى الجديد كنا أمام معضلة كبيرة، وهي كيفية الأداء في مبنى كبير وبمعايير خاصة. فكانت معايير وزارة الصحة بلجنة التقييم الوزاري لعام 2021 التي نزلت بمعايير الأداء الفني والطبي والإداري، فاستفدنا منها ورجعنا بذلك إلى أصحاب إلى ذوي الخبرة وإلى من لهم باع طويل، واستلهمنا تجربة مستشفى 48، وتم التعاقد مع أحد المؤسسات العاملة في مجال الجودة. بعد أن تم التواصل مع أكثر من مؤسسة رسينا على مؤسسة واحدة وهي مؤسسة بوابة الجودة. الدكتور بسام الحميري مدير المعهد الأول، وهو أحد أعضاء الفريق مدير المعهد الأول للجودة في صنعاء، هو الشخص الأول الذي تواصلت معه مباشرة من أجل أن يمدنا بما يهم في برنامج الجودة. فكان أن اتفقنا مع مؤسسة بوابة الجودة، بدأنا تنفيذ برنامج الجودة في تاريخ 6 من شهر نوفمبر من شهر فبراير عام 2021. سنستعرض معكم التجربة. طبعا المعايير المحاور التي سنتحدث عنها هي محاور هذا العرض، وهي أولا سنبدأ بموضوع الخطة الاستراتيجية وفق معايير الجودة، ثم سننتقل إلى المعايير الإنشائية لمستشفى الأمين وفق معايير الجودة الشاملة. بعد ذلك سننتقل إلى معايير الأداء الطبي والفني والإداري وفق معايير الجودة الشاملة في مستشفى الأمين. أولا وضع الخطة الاستراتيجية وفق معايير الجودة. الإدارة العليا عند اتخاذ قرار النقل من المبنى القديم إلى المبنى الجديد نقلت المهمة وأوكلت المهمة إلى مدراء الإدارات التنفيذية ورؤساء الأقسام الفنية بإعداد خطة استراتيجية لمبنى مستشفى الأمين بحلته الجديدة. بعد ذلك المكاتب الإدارية أو مدراء المكاتب الإدارية ورؤساء الأقسام تم عمل ورشة التخطيط أو إعداد دورة التخطيط الاستراتيجي في إعداد الخطة الاستراتيجية. خلصنا منها إلى بقرار تشكيل فريق الخطة الاستراتيجية الذي قام بتنفيذ عمل ورشة الخطة الاستراتيجية.
خلصنا للخروج بقرار تشكيل فريق الخطة الاستراتيجية الذي قام بتنفيذ ورشة إعداد الخطة الاستراتيجية، وخلصنا إلى الخطة الاستراتيجية التي نتج عنها رؤية عامة استشرافية للمستشفى خلال 5 أعوام، ووضعنا خطة استراتيجية للعام 2021-2025، والتي كانت الرؤية فيها التميز في تقديم الخدمات الطبية محليا وإقليميا، ثم وضع رسالة عامة للمستشفى وهي تقديم خدمات طبية آمنة ذات جودة وكفاءة متميزة من خلال كوادر مؤهلة تواكب التطور العلمي في الخدمة المقدمة للمريض. وخرجنا بأهداف استراتيجية كان أهمها تطوير الأداء المؤسسي وفق معايير الجودة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الطبي والإحصائي والمحاسبي، تأهيل ورفع الكفاءة الوظيفية للكادر الفني والإداري من خلال التدريب المستمر، تفعيل مبدأ الشراكة والتعامل مع المجتمع والمنظمات الإنسانية والدولية العاملة في المحافظة. ثم بعد ذلك خرجنا بالقيم الجوهرية للمستشفى، وهي الالتزام والتعاطف والمصداقية والتميز. بعد ذلك تم تكليف فريق الخطة الاستراتيجية بوضع خطة تنفيذية سنوية، كانت هي الخطة التنفيذية الأولى وهي خطة العام 2021، والتي بدأت العمل بتصميم مبنى مستشفى الأمين الجديد وفق معايير الجودة، وبدأنا بتنفيذ المعايير الإنشائية للمستشفى. طبعا المعايير الإنشائية، عندما نتكلم عن المعايير الإنشائية نقصد فيها المعايير التي استفدنا منها في عملية تصميم المبنى، والتي تكون وفق معايير الجودة، والهدف منها تسهيل تقديم الخدمة للمريض وتسهيل حركة وانسيابية المريض داخل المستشفى. فكانت هذه الأقسام كلها التي رأيتموها كلكم بعينكم، والتي سأتطرق إليها بشكل سريع. خرجنا بقسم طوارئ عامة مركزية مؤثث ومجهز وفق معايير الجودة، أوجدنا فيه غرفة خاصة بالسي بي آر، أوجدنا فيه غرفة خاصة بالعزل، أوجدنا فيه غرفة خاصة بالمجارحة، وأوجدنا غرفة خاصة للطبيب، وغرفة للتمريض، وغرف ملاحظة رجال، وغرف ملاحظة نساء. ثم أرفقنا قسم الطوارئ العامة بمختبر خاص بالطوارئ يقدم الخدمات لمرضى الطوارئ والمترددين على قسم الطوارئ، وكذلك قسم خاص للصيدلية وهي صيدلية الطوارئ، وكذلك قسم الأشعة التشخيصية لكي يكون قريبا من المريض الذي يصل إلى قسم الطوارئ. وكذلك راعينا أن يكون سهولة دخول سيارة الإسعاف حتى أول غرفة من غرف الطوارئ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الدور الأول، والذي جمعنا فيه صالات عيادات خارجية لكافة التخصصات، وأرفقنا هذه الصالة بصيدلية خاصة بالعيادات ومختبر مركزي مؤثث ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وفق معايير الجودة، وكذلك طوارئ توليدية منفصلة تماما عن بقية الأقسام، ولها بوابة خاصة لتراعي خصوصية حالات النساء والتوليد. ثم في الدور اللي بعد الذي يليه كان قسم العناية المركزة، والذي حاولنا أن نجعله أكبر قسم عناية مركزة في المحافظة، ففتحنا قسم العناية المركزة بسعة 23 سرير، كل سرير مجهز ومعد وبأحدث التجهيزات الطبية، ولكل سرير يوجد جهاز خاص بمراقبة المريض وجهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين، وهذا كمان وفق معايير الجودة. ثم قسم خاص بالحاضنات ورعاية الخدج، وجمعنا فيه حوالي ما يقارب 7 أجهزة حاضنات، رعينا فيها معايير الجودة، أو عشرة يشير للشباب أنهم 10، لأن أنا أتكلم عن القسم الداخلي. إحنا لدينا في قسم الحاضنات قسم داخلي وقسم خارجي، فيها 10 أجهزة حاضنات لرعاية الخدج. ثم قسم العمليات الجراحية، وهو القسم الأهم في المستشفى، والذي بسعة 4 صالات عمليات
مؤسسة ومجهزة بإحدث التجهيزات ووفق معايير الجودة من ناحية مساحة الغرفة، من ناحية إمدادها بشبكات أكسجين مركزية، إمدادها بشبكات فاكيوم، إمدادها بشبكة تهوية أو شبكة تكييف مركزي، إمدادها أو طلاء جدرانها بالأنتيبكتيريال، بطلاء الأنتيبكتيريال وطلاء الأرضية بمادة الأيبوكسي المقاومة للبكتيريا. كذلك قسم رقود نساء وأطفال بسعة 27 سرير موزعة على غرف عامة وخاصة وفق معايير الجودة وبخدمات فندقية. ثم قسم خاص برقود الرجال وهو هذا القسم الذي نحن فيه، وكذلك قسم خاص برقود العزل لمرضى العزل من المصابين بالحالات المعدية منها مرض كوفيد 19. ثم الدور الأخير وهو عبارة عن مجموعة من المكاتب الإدارية التي تضم كل المكاتب الإدارية من مكتب المدير العام إلى مكاتب الحسابات والشؤون المالية والشؤون الإدارية. هذه كانت المعايير الإنشائية. معايير البنية التحتية للمستشفى وفق معايير الجودة لبناء المستشفيات لابد من توفير شبكة أكسجين مركزية مع محطة مركزية لإمداد المستشفى بغاز الأكسجين، وشبكة فاكيوم مركزية، وشبكة تكييف مركزي، وشبكة إطفاء حرائق مركزية مع شبكة إنذار مبكر. شبكة كهرباء، شبكة الكهرباء هي عبارة عن شبكة مكونة من مصدر من ثلاثة مصادر لإمداد المستشفى بالطاقة الكهربائية: المؤسسة الحكومية ومؤسسة تجارية أخرى وثلاثة مولدات كهربائية، بالإضافة إلى شبكة إمداد كهرباء كبيرة مجهزة بغرفة. هذه الغرفة هي غرفة تحكم مركزي في الطابق الأرضي، ويوجد لدينا غرفة تحكم فرعية لكل قسم لتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة أقسام المستشفى. كذلك شبكة اتصالات ونظام معلومات، شبكة مراقبة أمنية مركزية، شبكة الكاميرات، وشبكة مياه لإمداد المستشفى بما تحتاج من مصادر المياه، وشبكة خاصة بالصرف الصحي. ثم ملحقات الأقسام الطبية والفنية وهي المرافق التي ترافق الأقسام الطبية مثل مرافق تغيير الملابس للمرضى والعاملين، ومصعد آلي يخدم سهولة إيصال المريض إلى الأقسام بسعة سرير مع ممرض ومرافق وبزينة 1250 كيلوغرام، ودورات مياه في جميع الأقسام مع سيارات إسعاف وموقف خاص بالسيارات. الآن ننتقل إلى الجزء الأهم من موضوع برنامج الجودة الشاملة. كان هذا هو الجزء الأساسي اللي هو معايير الإنشائية ومعايير البنية التحتية. عندما ننتقل إلى معايير الأداء الطبي والفني وهي المعايير التي تترجم رؤية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية وفق برنامج الجودة، وتترجم الرؤية التي خرجت التي يعمل وفقها مستشفى الأمين. معايير الأداء الطبي والفني هي عبارة عن معايير وأدلة إرشادية الهدف منها هذه المعايير أو ما تسمى بسياسات الأداء. معايير وسياسة الأداء هي المعايير التي تنظم الخدمة بين المريض وكافة العاملين ومقدمي الخدمة الطبية. هذه السياسات هي سياسات موضوعة ومعتبرة ومعترف بها عالميا، وهي وفق معايير الجودة استلهمناها من تجربة الإخوة في مستشفى 48. الهدف من هذه الأدلة الإرشادية: أولا تقديم خدمة طبية بدقة عالية وكفاءة، وهذا يكون وفق سياسات الأداء والإجراءات الطبية. ثم الهدف الثاني هو تقديم حماية ووقاية شخصية للمريض وللعاملين وفق برنامج مكافحة العدوى
وبرنامج الصحة والسلامة العامة المعمول فيه في المستشفى، وبذلك نخدم المريض ونخدم كافة العاملين في المستشفى. طبعا معايير او الادله الارشاديه المعمول فيها في المستشفى وجدت من اجل غرضين، وهما اهم غرضين في برنامج الجوده الشامله، ويختصر لهما بالسي والدي. السي وهو الكوميونيكيشن، والدي الدوكيومنتيشن. الكوميونيكيشن التواصل الفعال بين مقدمي الخدمه الطبيه والمستفيدين من الخدمه الطبيه، وبين مقدمي الخدمه الطبيه انفسهم، وبينهم البين على كافة المستويات الإدارية والطبية والفنية. فكان هناك لدينا أكثر من دليل إرشادي طبعناها في 22 مجلد، في كل مجلد يحتوي على جميع سياسات كل قسم على حدة. تم توزيع هذه الأدلة على كافة الأقسام للبداية في قراءتها والتثقيف عليها وتنفيذها، وبذلك نكون قد اعتمدنا الأدلة الإرشادية لبرنامج الجودة الشاملة. الدليل الإرشادي الأول كان للإدارة العليا، والذي يتضمن الهيكل التنظيمي ويتضمن التوصيف الوظيفي للمستشفى، ويتضمن كذلك الخطة الاستراتيجية والخطة المرافقة لها، الخطة التنفيذية، خطة تنفيذية أو خطة العمل السنوي، وخطة الطوارئ والكوارث، والخطة وخطة وبرامج البرامج التدريبية. كذلك يحتوي الدليل الإرشادي للإدارة العامة للإدارة العليا اللوائح والسياسات والخطط والنماذج والبرامج التدريبية وصيغة عقود الكادر العامل، منها دليل الموارد البشرية، لوائح السياسات، لائحة داخلية، لائحة إدارية، لائحة مالية، موازنة عامة مالية لكل عام. ثانيا ننتقل إلى المعايير الطبية والفنية. المعايير الطبية والفنية كانت على مراحل، كانت المرحلة الأولى منها هي الأدلة الإرشادية طباعة اعتمادا وطباعة وتوزيعا. فكان لدينا مجموعة من الأدلة الإرشادية لكل قسم. الدليل الإرشادي للطوارئ العامة، والذي يضم كافة السياسات المعمول فيها في قسم الطوارئ العامة، مثل سياسة استقبال المريض، مثل سياسة المريض مجهول الهوية، مثل سياسة الفحوصات المعمول بها للمريض في قسم الطوارئ. السياسات موجودة في كل قسم مع مجلد، في كل قسم مع مجلد. وسأعرض لكم بعد قليل أن نحن في المستشفى طبعنا كافة السياسات، طبعنا ما يقارب 25,000 صفحة تم توزيعها على كافة الكوادر من أجل قراءتها والتثقيف عليها والتدريب، ومن ثم الاختبارات وسهولة الوصول إليها. الدليل الإرشادي لقسم الطوارئ التوليدية، ثم الدليل الإرشادي للإجراءات والسياسات المعمولة في العناية المركزة، مثل سياسة خروح الفراش، سياسة سقوط المرضى من أجل التخفيف من هذه الأعراض التي قد تحدث. الدليل الإرشادي لقسم الحاضنة ورعاية الخدق، الدليل الإرشادي لقسم التمريض لكافة أقسام التمريض، والدليل الإرشادي الذي يتضمن سياسات العمل في قسم المختبر وبنك الدم، الدليل الإرشادي لقسم التموين والتموين الطبي والصيدلية، الدليل الإرشادي لقسم العمليات الجراحية والتخدير، الدليل الإرشادي لقسم الأشعة التشخيصية، الدليل الإرشادي للسجلات والإحصاء الطبي، الدليل الإرشادي لاستراتيجيات إدارة الجودة، والدليل الإرشادي لتقييم الأداء، والدليل الإرشادي لبرنامج مكافحة العدوى، والدليل الإرشادي لسلامة المرضى ولسلامة حقوق المرضى، والدليل الإرشادي للسلامة والأمن، والدليل الإرشادي لقسم الصيانة الطبية، والدليل الإرشادي لقسم البنية التحتية، الدليل الإرشادي لقسم النظافة، وأخيرا الدليل الإرشادي لقسم المغسلة.
ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية من معايير الفنية والطبية، وهي مرحلة طباعة اعتماد وطباعة سياسات الأداء الطبي والفني والإداري وتوزيعها على كافة العاملين في المكاتب الإدارية والأقسام الطبية والفنية. ثم بعد ذلك قمنا بتنفيذ برنامج تثقيفي لكافة الكوادر الفنية والإدارية بالتنسيق مع خبراء الجودة من الإخوة في مستشفى 48. هذا الدكتور شاكر يفعى لو في أحدكم يعرفه. ثم برنامج تدريبي لكافة الكوادر الفنية والإدارية. ثم كان هناك تنفيذ اختبار تحريري لكوادر قسم أقسام التمريض، تم بموجب زيادة في مرتبات وأجور العاملين في أقسام التمريض. ثم تنفيذ اختبار تحريري لكافة كوادر الأقسام الفنية والإدارية للمستشفى. ثم تنفيذ اختبار عملي ميداني وتقييمي لكافة كوادر أقسام المستشفى الفنية. ثم بعد ذلك اعتماد السجلات ونماذج الأداء في الأقسام الفنية، وهي النماذج التي يستخدمها العاملون في القطاع الصحي من أجل التدوين والتوثيق الخدمات الطبية. نحن حاليا في هذه المرحلة، وهي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مؤشرات الأداء. المعروف أن هناك ما يقارب 83 مؤشر من مؤشرات الأداء لتقديم الخدمة الطبية. نحن بدأنا ببعضها وما زلنا نتدرب على بقية مؤشرات الأداء. المؤشرات الأداء التي نفذناها: معدل السقوط، معدل قروح الفراش، معدل الدوران السريري، ومعدل الولادات الطبيعية، ومعدل رضا العملاء، ومعدل رضا العاملين. وضعنا خلال هذه الفترة مدققات الأداء للأقسام الفنية، وهي عبارة عن استمارات توزع على منسقي الجودة في الأقسام من أجل المتابعة والرقابة على تنفيذ الأقسام والعاملين لبرنامج الجودة وتنفيذ السياسات وتطبيقها. إن شاء الله أكون بهذا الاستعراض السريع والمتواضع قد وضعتكم أمام تجربة مستشفى الأمين في تنفيذ برنامج الجودة الشاملة. أتمنى أن نكون قد أوصلت الفكرة التي يهدف إليها هذه صورة عامة لبرنامج الجودة كذا خدمًا. أيوه يعني قدمت لك كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هامش الجلسة الأولى التحضيرية لبرنامج اعتماد نظام الجودة أحسن الذي تنفذه وزارة الصحة والسكان، كان لنا أيضا أن التقينا بضيفنا العزيز الدكتور أشرف المتوكل وكيل محافظة إب للشؤون الصحية والطبية. ما الذي تقولونه بهذه المناسبة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للجودة، والذي يهدف إلى المعايير والمبادئ الأساسية للجودة، وبالنهاية سيكون المخرج هو التحسين الخدمة الطبية، وهذا دائما يعتبر من المقومات الأساسية للنجاح الخدمات الصحية. عندما توجد المعايير يوجد الأدلة التي سوف يمشي عليها جميع الأقسام العاملة في المستشفى. برنامج أحسن هو يعتبر من البرامج الذي اعتمدت كوزارة الصحة اعتمدتها كنظام للجودة، يعتبر سوف نصل في 2030 إلى أن نكون رابع دولة على مستوى الإقليم في المجال تقديم الخدمات الصحية والجودة. للأمانة ما رأيناه من استعراض مستشفى الأمين نموذج يحتذى به للمستشفيات الخاصة في اعتماد نظام الجودة، وهذا النجاح الذي سوف يتحقق للمستشفى هو كبداية الطريق لاعتماده من نظام الجودة. نتمنى من الجميع اعتماد والسعي نحو الرقابة الإلهية والرقابة الشخصية في اتباع الجودة، لأنها سوف تعكس في أداء الخدمات الصحية. شكرا وتقديرنا لكل من يفعل لخدمة هذا الوطن، ورحمة الله على الشهيد الصماد من أطلق يد تبني ويد تحمي، وإلى هذه الرؤية الوطنية التي
إن كتبت على الورق فهي سوف تحقق في 2030 بتضافر الجميع وتضافر الجهود جميعا. أيضا كان لنا شرف اللقاء بالدكتور العزيز عبد الله السماوي الليبرو وجوكر هذه المحافظة مدير عام مكتب الصحة والسكان الذي يجود كثيرا في عطائه وإبداعه وتميزه في عمله الإداري والطبي بشكل عام في هذه المحافظة التي تبوأت الصدارة على مستوى محافظات الوطن في تقديم الخدمات الطبية والصحية. لنا لقاء معه ونطرح عليه سؤالنا في هذه المناسبة في تدشين المرحلة الأولى التحضيرية لبرنامج الجودة أحسن. من وجهة نظركم الشخصية دكتور، ما الذي يمكن أن يحققه هذا البرنامج من انعكاسات إيجابية على مستوى الأداء على المستوى سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة؟ الحقيقة أنه الأدلة والمعايير اللي أصدرتها وزارة الصحة العامة والسكان قبل حوالي العامين كان لها أثر كبير جدا في تحسن الخدمات والرعاية الطبية داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة. كانت أكثر ما يشير في هذه المعايير إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالمستشفيات، والناحية والجانب الثاني هو جانب التجهيزات والمعدات والتأثيث. اليوم برنامج أحسن سيضفي أيضا إضافة نوعية إلى المستشفيات فيما سيزيد من التنافس على الاعتمادية للمستشفيات. برنامج أحسن يتطرق أيضا إلى أكثر شيء إلى السياسات الخاصة بالداخلية للمستشفيات إلى البروتوكولات المعتمدة داخل المستشفيات إلى إدارة الجودة وإلى التفاصيل الدقيقة داخل المستشفيات. هذا الذي لازلنا الآن في 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 بلادنا ينقصنا، ونسعى أيضا إلى أن نحققه من خلال أن نستوفي جميع الجوانب الفنية، ومن دخول المرضى من دخول المريض حتى خروجه. هذه الأشياء هي التي ستساهم في تحسين الخدمات الطبية، في رضا المستفيدين من الخدمة، في رضا أيضا القائمين على 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 تقديم الخدمة، في أن نضفي على الجانب الصحي الجوانب الإنسانية وحقوق المريض. سعيد باختيار مستشفى الأمين لتدشين هذه الفعالية الهامة. سعيد باختيار مستشفى الأمين لتدشين هذا الحدث الهام. برنامج أحسن هو برنامج الجودة الخاص بوزارة الصحة، سيكون في يوم من الأيام هو عبارة عن الشهادة والعلامة التجارية التي يبحث عنها جميع المستشفيات. أتمنى للجميع الحرص على يعني أن يسعوا في تطوير خدماتهم بما يحقق لهم هذه الشهادة المرموقة إن شاء الله.